سلام، ان شاء الله كامل لكم بخير. معانا مدعان وصيام، ان شاء الله راكم تفوتوا نهاراتكم بيان. اليوم جيت ندير معاكم ان بلا نتاع ان غولي بالفرماج بلا صوص تاع الزيتون والشامبينيون. نحتاجو في هاد الوصفة لحم مرحي تاع الدجاج، معدنوس مقطع، بيضة وشوية ثوم، لي زيبيس، ملعقة خبز مرحي وجبن. نبداو الوصفة تاعنا. بسم الله، نبداو نتبلو هذاك اللحم المفروم. نحطو عليه المعدنوس، نزيدو شوية ثوم، نزيدو ملعقة تاع الخبز المرحي باش اللحم تاعنا ما يجيناش ناشف، ونزيدو بيضة ونخلطو الكل مع بعض. نجيبو لو فيلم اليمونتير، نحطو قطعة سوغ لو بلان دو ترافاي تاعنا بهاد الطريقة باش تساعدنا في العمل. نحطو هداك اللحم تاعنا فوق هداك لو فيلم اليمونتير، ونبداو نمشيوه حتى نشكلو مستطيل. ما لازمش يكون رقيق، يعني شويه، ما لازمش يكون غليظ بزاف وما لازمش يكون رقيق بزاف. وبعد ما تحصلنا على المستطيل، نجيبو هذاك الجبن ونبداو نحطوه في هذا المكان بهذه الطريقه. اي جبن عندكم استعملوه. ونبداو نديرو لو غولي تاعنا. لو فيلم اليمونتير يساعدنا بزاف في هاد العمليه، نقومو بهاد الطريقه. ونشكلو لو غولي تاعنا مليح، لازم نزيرو مليح هداك لو فيلم اليمونتير. ونجيبو قطعة تاع ألمنيوم ونزيدوها فوق هاديك الغولي تاعنا ونشكلوها بهاد الطريقة. ونجيبو كسكاس لأنه راح نديروه يفور، ونحطوه ونغلقو عليه ونخليوه حوالي 45 دقيقة ويصير جاهز. نمشيو باش نحضرو لاصوص تاعنا تاع الزيتون والشامبينيون. نحتاجو فيها زيتون مقطع، شامبينيون اللي كنا قليناه في الزيت باش يجيكم بنين وطايب ما يجيكمش معلق، بصلة، شوية لحم دجاج، توابل، ملح، فلفل اسود، كمون وسكينجبير، وماء باش نمرقو. نبداو نحطو هذيك القطعه تاع اللحم، نزيدو ليها البصله ونزيدو التوابل ونحركوهم مليح، ونحطوهم يتقلاونا فوق النار ونرجعو. ها هو بعد ما تقلى لي اللحم مع البصل مليح، نجي ونضيفو عليه هذاك الزيتون، ونزيدو لو شامبينيون، ونقليوهم مليح مع هذاك البصل باش يجيونا بنان. وبعد ما يتقلاو، نجيو نمرقو عليهم بالماء. لازم نغطيو كامل هذيك الكميه اللي عندنا تاع الزيتون واللحم والشامبينيون.
ونجيو نغطيو الكسرونات تاعنا ونخليهم يطيبو ونرجعو. وبعد ما تابلي هذيك المرق تاعي نجي نضيفلو شويه كريمه سائله، وانتم الا ما عندكمش كريمه سائله ديروا شويه حليب مع ملعقه تاع فرينه وحركوهم وضيفوهم للخليط باش يعقد لنا ويعطينا هذاك اللون الابيض. وها هو الغولي تاعي بعد ما مرس 45 دقيقه راهو صار جاهز معانا. شوفوا كيفاش يجي. نخليوه يبرد ونفتحوا عليه لو فيلم اليمونتير ونمشيو باش نقليوه. نحطو شويه زبده في المقله تاعنا، نديرو الزبده باش يجينا الغولي تاعنا بنين. ونبداو نقليو فيه كامل الجهات حتى يحمر وياخد لون ذهبي. ها هو الغولي تاعي راه تقلى، نخليه ونرجع معاكم في صحن التقديم. وها هو الطبق النهائي تاعي، قدموه بهذه الطريقه لو بلا تاعنا يجي شهي ويجي بريزونطابل. جربوه البنات واشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره تزوروها، وزوروا موقعي على الانستغرام لان راح نحط لكم لو ليان في صندوق الوصف. مع السلامه.